بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معالي الدكتور سعود بن سعيد المدحمي الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة. معالي الأستاذ الدكتور محمد ولد عمر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية والثقافة والعلوم الأليكسو. أصحاب السعادة، الحضور الكرام، زملائي الإعلاميين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي اليوم في هذا المؤتمر الصحفي للتدشين التنفيذي لمبادرة الموهوبون العرب التي تنطلق بشراكة بين مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو. وفي بداية هذا المؤتمر أترككم مع فيلم تعريفي عن موهبة. بشغف الحياة خرجوا بعزائمهم، وفي عالم التميز ساروا بخطى ثابتة إلى فضاء العلوم والتقنية، يصنعون بطموحاتهم معادلات إبداعية لمستقبل واعد بإنجازات مشرقة تضيء نجوما في فضاء الموهبة. هذه المواهب الخلاقة والمبدعة كان لا بد لها من مناخ إبداعي يحتضنها وينميها ويطلقها إلى عالم المبدعين وإلى عالم المتميزين، فكانت موهبة. اكتشاف الموهبة هو أساس الرعاية ونقطة البداية في عملية بناء الموهبة وصقلها وإعدادها للمستقبل. اكتشفت موهبتي من خلال ارتفاع مستواي في الدراسة وتفوقي ودخولي المسابقات واجتياز مراحل لم يتم تغييري. فكنت أراجع الماث والساينس والإنجلش، كان برضه يعطيني مسائل رياضية عشان أتجهز للمدرسة. وصلت لمحبتي وشغفي للعلوم واضحة، ومشروعي ومشروع معي عبد الله باقري فضل الله كأس موهبة واختبرت حصلت على درجة عالية. في منظومة الموهبة والإبداع وبشراكات فاعلة تتجلى المبادرات النوعية الشاملة لرعاية الموهوبين وتمكين قدراتهم وإبرازها لساحة التميز والريادة. كفاءات طموحة من أبناء وبنات وطننا الغالي تم استثمار مواهبهم ليصبحوا روافد مؤثرة في تقدم الوطن وازدهاره. أنا اليوم حققت حلم وسويت المهنة اللي كنت أحلم فيها من وأنا صغيرة، وكنت أعمل أنا وأنا صغيرة وأتمنى إني أكتشف فيها وأتعمق فيها أكثر، وأنا سعيد بخطة المهنة. بطموح الشباب وبالخطة الواضحة وأبناء جيلي سنعلم المستقبل ونسير نحو ريادة العالم.
والأجهزة اللي أنا استخدمها اليوم بإذن الله سأصنعها طويلاً. في فضاء الإبداع موهبة رحلة مستمرة. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، زملائي الكرام، قبل أن نفتح أبواب الأسئلة نقدم لكم الدكتور خالد الشريف مدير عام مركز التميز في موهبة عرضاً عن مبادرة الموهوبون العام. يكون هناك مدة محددة يتم فيها المراجعة والتطوير والتحسين من أجل
الدورة الأولى في عام 2021 كما تحدثت سابقا تم إطلاقها في أبريل من هذا العام، وفي الشهر الماضي تم استكمال جمع جميع بيانات الطلبة المرشحين من الدول العربية. في هذا الشهر بإذن الله سيتم عقد أداء المقياس لهؤلاء الطلبة، وبإذن الله مع مطلع العام القادم سيتم إعلان النتائج وإعلان أيضا مبادرات الرئة. إذا دعونا نتحدث عن ما هي المحاور الأساسية التي تقوم عليها هذه المبادرة، لأنه دائما إذا كانت هناك مبادرة لها محاور رئيسية واضحة يتم العمل عليها بشكل مميز. المحور الأول هو تطوير مقياس علمي لاكتشاف الموهوبين في العالم العربي. تم تطوير مقياس خاص لمبادرة الموهوبون العرب بما يمارس البيئة والثقافة العربية المتنوعة، والخاص باكتشاف الموهوبين والمبدعين في العالم العربي، والذي يعتمد على منهجية علمية ترتكز على أفضل الممارسات التربوية العالمية، ويهدف المقياس إلى الكشف عن القدرات والمهارات الكاملة لدى الموهوبين والمبدعين من خلال أربعة أبعاد أساسية: المرونة العقلية، والاستدلال الرياضي والمكاني، والاستدلال العلمي والميكانيكي، والاستدلال اللغوي وفهم المفهوم. وهنا نلاحظ أن التركيز ليس فقط على التفوق العلمي، وإنما على القدرات العقلية المتعددة لاكتشاف الطلبة الموهوبين والمبدعين. المحور الثاني من هذه المبادرة هو إطلاق المنصة الإلكترونية للمبادرة كإشعاع لبث ونشر أخبار الموهبة والإبداع على مستوى العالم العربي، حيث سيتضمن بإذن الله محتوى نوعي لنشر الوعي حول الموهبة والإبداع، وتكون هذه البوابة هي بوابة المبدعين في العالم العربي دعما لانتشار المبادرة والتأليف بها، وأيضا الوصول بها على مستوى العالم العربي ورفع الوعي بأهمية اكتشاف ورعاية الموهبة. المحور الثالث الذي نعمل عليه في هذه المبادرة تشجيعها، وهو من النقاط الأساسية، وتعاون وزراء التعليم أو وزارات التعليم في جميع الدول العربية حيث يتم التنسيق معهم لتشجيع الأفراد والطاقات الشابة والواعدة الموهوبة والمبدعة بحيث يكون يدخلون لهذا المقياس. تم وضع محددات لكل هذه الدول سميناها احنا دليل المبادرة لتقنين الأعداد، وكما هو يعني معلوم أنه في البداية كلما كانت هناك أعداد محددة يتم ضبط أعمال هذه المبادرة، وبالتالي يتم لها عمليات التوسع للوصول إلى المستهدفات والغايات الكبرى. تم طلب من كل دولة من هذه الدول العربية ترشيح 100 طالب وطالبة وفق يعني محددات تم إرسالها في الدليل. نستهدف الطلبة للوصول حاليا الفصل العاشر يعني أول ثانوي بالنسبة لنا، ويكون انتهى من الصف التاسع او الصف الثالث المتوسط، والعمر يكون من 14-16. مجموعه كثيره من المحددات وصلت للدول التي يعني مشكوره ساهمت في تشريف طلبتها. المحور الرابع هو تطبيق هذا المقياس، تطبيق مقياس الموهوبون العرب عن بعد، وهذه ايضا ميزه اضافيه لهذه المبادره، حيث يتم تطبيق مقياس مبادره الموهوبون العرب افتراضيا عن بعد للطلبه المرشحين من قبل الجهات المعنيه في الدول العربيه بعد استلام موهبه القبائل. طبعا سيتم عمليات التحقق من الهويه لجميع المرشحين، وايضا سيتم عمل اختبار وفق عمل المراقبه اللازمه لضمان نزاهه اداء المرشحين. المملكه العربيه السعوديه يعني خبرتها جيده في مثل هذه الاختبارات التي يتم تقديمها عن بعد، وتم تنفيذ عدد من هذه الاختبارات في الفتره الماضيه. المحور الخامس وهو ما اطلق عليه الثمار وقطافها. موهبة والأليكسون يحرصون دائماً على زرع البذرة ثم رعايتها، وحينما تثمر يتم الاستثمار في هذه الموهبة. إذن المحور الخامس يتعلق بإعلان هذه النتائج وتقديم الرعاية النوعية لهؤلاء الدولار، حيث سيتم بإذن الله تقديم رعاية نوعية مميزة تتمثل في برامج إثرائية سواء كانت بحرية أو أكاديمية، تقدم مهارات نوعية متقدمة لتنمية وصقل القدرات ومهارات الموهوبين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وأيضاً تركز البرامج الإدارية على عدد من المسارات العلمية، كما أيضاً تسمح بأشكال التواصل الاجتماعي التي سيتحقق بإذن الله لهؤلاء الطلبة حينما يتم يعني رعايتهم وهم من دول مختلفة. أيضاً هناك برنامج لتأهيل الطلبة للقبول في الجامعات العالمية، لأن نعرف أفضل الجامعات العالمية لها اشتراطات، وبالتالي يتم في هذا البرنامج بإذن الله تهيئة الطلاب وإعدادهم بتقديم مسار تدريبي متكامل لتأهيلهم وإعدادهم للحصول على قبول في أفضل الجامعات العربية.
مسيرة مسيرة أعضائهم ويرجعون ل يعني بناء أوطانهم وتقديم ما يمكن تقديمه لهذه الأوطان العربية المختلفة. ختاما أشكركم يعني تحليلكم معي في هذه المبادرة بشكل سريع، وأن نحن في موهبة نؤمن أن هذه مبادرة للجميع. هي ليست مبادرة للمختصين المخصصين ولا الأكاديميين ولكن للمجموع، سواء من تربويين أو منفذين أو أيضا إعلاميين أمثالهم. فنتعاون جميعا على دعم هذه المبادرة لأن غاياتها عالية، وجميعا بإذن الله يعني نسهم في مثل إنتاج أو مثل رعاية هذه المبادرة بشكل كبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزملاء والزميلات الإعلاميون، نبدأ الآن استقبال أسئلتكم واستفساراتكم مباشرة لأصحاب المعالي حول مبادرة المغمومون العرب. فلتتفضل دكتور السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نبارك معالي الدكتور سعود إطلاق هذه المبادرة والتي تؤكد على أن المملكة العربية السعودية دائما سباقة في كافة المجالات. دكتور سعود، سمو ولي العهد حول الله سبق وأن أعلن أن المملكة ستجمع الموهوبون من كافة بلدان العالم. هل يمكن أن تكون هذه المبادرة هي بداية لاستقطاب هؤلاء الموهوبين؟ وهل يمكن أن يتبعها مبادرات لنجمع موهوبون من كافة الدول الأخرى؟ شكرا دكتور. شكرا لك عزيزي. صحيح مبادرة سمو ولي العهد وتوجيهاته فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية والمملكة المستقبل في المشاريع النووية اللي أعلنت عنها المملكة استقطاب الموهوبين ومجهود جميع أنحاء العالم، أخذنا هذا التوجه إلى تنفيذ آليات عمل للتنفيذ، وتأتي في هذا السياق ما موهوبون العرب. نحن في 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 موهبة لدينا منهجية نؤمن بها لأنها أثبتت نجاحتنا. نحن لا نولد كبارا، نحن ننمو مع الفطرة، ننمو صغارا ونتأكد بكل خطوة نؤديها نجولها، فإذا أجدناها انتقلنا للمرحلة التي تليها.
لا ننتقل الى اي مرحله ما لم نتاكد ان ان اقدامنا على ارضيه ثابته. لذا المملكه العربيه السعوديه في رعايه المغوبين اخذت 10 سنوات فقط في التنفيذ، لكنها في العمل كانت اكثر من ذلك. احتفلنا العام الماضي بمناسبه واصدرتنا الدوله طابع بريدي بمناسبه مرور 20 عام على رعايه الموهوبين في المملكه العربيه السعوديه، وهي رعايه نوعيه. بعد هذه الخبره وهذه التجربه وهذه الرياده العالميه استطاعت المملكه الان ان تكون جاهزه ان تشارك هذه النجاحات مع اشقائها العرب والاقليميون في الخليج العربي ومع العرب من خلال هذه المبادره النوعيه، بل ايضا ننطلق ان شاء الله الى العالميه من خلال المؤتمر العالمي للموهبه والابداع الذي انطلق في اول نسخته العام الماضي ونسخته القادمه في مارس 2022 باذن الله. هذا هو البعد العالمي. فنعم هذه المبادره تاتي في هذا التوجه باذن الله. شكرا لك على السؤال. الزملاء يعرف اسمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صاحب السب التونيه عبد الحكيم شار. اولا معليك تم اطلاق المنصه الالكترونيه للمبادره في 21 ابريل الماضي. بودي اتعرف كم عدد الملفات او عدد المرشحين الذين تم قبولهم بعد اطلاق المنصه. ايضا المبادره تقريبا حسب ما عرض لها 3 دورات، الدوره الاولى هذه السنه، الدوره الثانيه والدوره الثالثه. ما الذي سيتم في الدوره الاولى؟ كذلك مجالات موهبه نعرف انها مختصه بالعلوم والهندسه. المبادره هذه ايضا ستنطلق الى افاق اخرى اللي بناء قاده. يعني كيف سيتم ذلك؟ إضافة يعني إلى سؤال للدكتور مع الدكتور محمد، بعض الدول العربية عندها مشاكل، كيف سيتم التغلب واحتضان الموهوبين بدورك؟ شكرا جزيلا. السلام عليكم. السؤال الأول كم عدد الملفات اللي أنتم أطلقت تم إطلاق منصة في 21 ابريل الماضي، منصة الكترونية للمبادرة. المنصة الالكترونية للمبادرة تم إطلاقها. المنصة ايش؟ الكترونية للمبادرة. المنصة الالكترونية. نعم، تم إطلاقها في 21 ابريل الماضي. كم بودي أتعرف كم عدد الملفات أو عدد المرشحين الذين تم قبولهم إلى الآن؟ يسأل عن كم عدد منذ إطلاق المنصة تقريبا شهرين، منذ إطلاق المنصة كم عدد المسجلين حتى الآن؟ ما أعرفش أول شيء أنا أعتبر هذا اللي فيما يتعلق بالمنصة، إحنا أطلقنا منصة نوعية كما ذكر مقدم المبادرة اللي هو الدكتور خالد الشريف. خالد الشريف صراحة هو تحدث بكامل المبادرة، يعني ما تركنا حتى إحنا نتحدث بشيء صراحة. فأنا أطلع عليهم تلفزيون الإعلامي العرض اللي قدمه لان في تفاصيل للطائف، يعني صراحه انا استفدت من العرض اللي عرضها الاخ خالد. المبادره يا اخواني، هذا اخوان انا اشكرهم في المنظمه. احنا نتواصل مع الدول العربيه من خلال المنظمه ومن خلال اتفاقيه موقعه برعايه سمو وزير الثقافه في هذا الانطلاق. فلدينا الاطار القانوني والتشريعي والتنظيمي والسياسي فيما يتعلق بالتواصل مع العالم العربي من خلال المنظمة. الأخوان في المنظمة تواصلوا مع الدول العربية وبلغت كل دولة من الدول العربية بالمبادرة وبدليل لهذه المبادرة وأهدافها وآلية تنفيذها. الدول العربية حددت تواريخ معينة، إلى حد الآن كل الدول العربية تقريبا حددت منسقين لكل دولة في الدول العربية، والذين رشحوا وصلت الترشيحات الان تقريبا يزيد عن نص من الدول العربيه، اعتقد انه وصل الى 14 او 15 دوله. فهذا يعتبر انجاز رائع لان الوقت كان ضيق جدا. فلك ان تتخيل يعني انه هذه المبادره ولدت كبيره من خلال التفاعل في العالم العربي.
فيما يتعلق بأعداد الطلاب، تجاوز الطلاب أعدادهم 800 طالب وطالبة، وهذا عدد حقيقة أنا أتحدث عنه في بوابة لم نكن نتوقع هذا التفاعل في هذا العدد، ولكن جهزوا بهذا العدد لأن المملكة العربية السعودية كانت تقدم هذا لعشرات الآلاف وليس فقط المئات، ولذا العدد تجاوز 800، وإن شاء الله أن العدد هذا المنهجية اللي نستخدمها كما ذكرت لكم في حديثي أن نؤسس القصة نجاح على مستوى العالم العربي. هذه القصة هي مادة لكم أيها الإعلاميون، خذ هذه القصة إذا إن شاء الله بعدما تنجح ونقول لكم التواريخ لعرضة المبادرة، وقت الاختبار وقت إعلان النتائج، هذا وقت الإعلان، هذا عرس لكم الإعلاميين أن تأخذون وقت إعلان النتائج وتأخذون هذا المخرج للعالم العربي لتثبت لكم قد يخرج هذا الموهوب من أي بيئة جغرافية ومن أي بيئة ثقافية لا نعلم، لكن النتائج هي التي تحدد ذلك، ولذا فهو مادة إعلامية. أنا دائما أقول دائما موهبة هي ولادة المواد الإعلامية، المادة الإعلامية النوعية، هذه المؤسسة هي مؤسسة خصبة للمواد الإعلامية لمن أراد أن يتميز إعلاميا، ولذا حضوركم هذا يدل جدا على اهتمامكم وتوعيتكم بهذا الجانب. أما السؤال اللي وجهته لمعرفة هذا المعني وغيره إن شاء الله أرد له. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. سيدي جميعا سيدي وسيدي كل الأعمار مدير المنظمة العربية في الثقافة والعلوم. المنظمة العربية في الثقافة والعلوم هي منظمة عربية انشأت 1979 اللي اليوم عمرها حدودها 50 سنة. تشرف على كل ما هو تربوي وبحثي وثقافي وتكنولوجيا في الدول العربية. قامت بجهود كبيرة في الدول العربية في مختلف هذه المجالات. هذه اليوم واحدة من أهم المحطات العربية ومن أهم محطات التميز. المهام المنظمة أنها تعمل على اكتشاف بإضافة اكتشاف المواهب تكتشف أيضا مؤسسات موهوبة أيضا في دول العربية. لذا اليوم علاقتنا مع موهبة هو اكتشاف الموهوب العربي للمؤسسات العربية، وبالتالي تعمل المنظمة على أن تكتشف الموهوب بالمؤسسات التي تعمم هذه التجربة على الدول العربية. واليوم نحن في هذه القاعة من أجل تعميم هذه التجربة المتميزة عربيا، وهي تجربة مؤسسة الملك عبد العزيز وإنشاء الموهوب العربي والإبداع، وهذه المؤسسة اليوم بإبداعها وتمييزها أقمنا برنامجا مشتركا بأبعاد ببعدين. البعد الأول هو أن تعرض هذه التجربة المتميزة للدول العربية بعامة. البعد الثاني من أجل رعاية واكتشاف المبدع العربي في الدول العربية. المهام المنظمة صحيح بعض الدول العربية كما أشرت فيها بعض المشاكل وعدم استقرار، لكن الانطلاقة في اليوم في هذا البرنامج كانت انطلاقة متميزة، انطلاقة في برامج أخرى بسبع دول فقط، اليوم وصلنا إلى 16 دولة. الانطلاقة الآن في هذا البرنامج كانت بحدود 15 دولة، إذا انطلاقة مقبولة جدا. ودائما نقول أن التميز أيضا أن الأمور السياسية أو عدم استقرار في بعض الدول قد لا يكون عائقا للتميز، لأن التميز هو فطري في أبنائنا في الدول العربية، وقد يكون أيضا تكون المشاكل في الدول العربية عاملا محفزا في أن يكون المبدع أبدع على الظروف المتميزة التي يعيشها. إذا الدول المنظمة واليوم في هذه التجربة تواصلت مع كل الدول العربية وأقمنا عدة مسابقات سابقة، وتميز فيها بعض الدول العربية التي تمر بتجارب متميزة. الأسبوع السابع كان عندنا الأسبوع العربي للبرمجة، فدولة من دول العربية تمر بمشاكل كبيرة سياسيا كانت من دولنا المتميزة في هذا المجال. إذا الإبداع لا حدود له والاستقرار عامل محفز في أن نكون مبدعين في الدول العربية. وهيب المهيبي صحيفة الجزيرة. في البداية أسأل المولى عز وجل أن يكون التوفيق حليفكم في هذا المشروع الوطني، وما شاهدناه خلال العرض المرئي من برنامج حافل يجسد حرص موهبة والمنظمة على نشر ثقافة الموهبة ودعم الموهوبين. سؤالي، عندما يلتحق الموهوب في هذه المبادرة حتى ينتهي من المرحلة الجامعية وما يقدم له من مهارات وبرامج، هنا السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، ماذا بعد التخرج من الجامعة؟ هل هناك جهات ستحتضنهم؟ هل ستقدم لهم برامج إضافية تعزز من موهبتهم؟
ربما هذا السؤال مطروح الآن، وشكرا لكم على إتاحة الفرصة. أظن أن من خلال العرض المتميز الذي قدم الآن هي بمراحل متعددة، مرحلة الاكتشاف لمرحلة المسايرة، ثم مرحلة المسايرة في مراحل مسايرة من مرحلة الاختيار الجامعي ثم المرافقة ما بعد الاختيار الجامعي. إذن والعنوان واحد من المبادرة هي أن الموهبة أيضا مستمرة، واستمرارية تفيد أن من الاكتشاف إلى نهاية حياة كل فرد يجب أن نسيره في إبداعه المتميز، لأن يعني الفرد لا يبدع فقط في المسار الدراسي بل يبدع أيضا في اختياراته، يبدع أيضا في أن يكون جامعيا، يبدع في أن يكون مبدعا في مؤسساته. إذا نحتاج في كل مراحل إبداع عن فردنا العربي نحتاج بمسايرته لأن يكون قدوة، نحتاج بإنتاج قدوات في الدول العربية. إذا في مرحلة الاكتشاف الأولى في مرحلته كطالب هو قدوة، في مرحلة أن يكون طالبا جامعيا هو قدوة، في مرحلة إدارته المتميزة لمؤسسته لخلق مؤسسة متميزة هو قدوة. إذا كل مراحل الإبداع والتميز هي تستحق المرافقة منا كمنظمة ومن مؤسسة موهبة. احنا الان ما زلنا في مرحلة الاكتشاف، هذه السنة الأولى والمسابقة والمرحلة الأولى، وأظن أن اللجنة الفنية المختصة ستقوم بمسايرة كل المراحل وقياس الانحرافات لتوجيهها للمسار الصحيح، ويكون سائر في الأوان الآن أن نقيس ما سنقوم به في مرحلة لاحقة، لكن هي مسايرة الممتع في كل مراحل. إضافة لما ذكر معالي الدكتور محمد، مسيرة الموهوب اللي ذكرت فيها في المستقبل على الجامعة، خلونا نعمل شيء مشابه عشان نفهم بالضبط مسيرة الموهوب. الموهوب يأتي إلى فترة من الفترات يصير في تقاطع في مسيرته المهنية بين مؤسسات الرعاية والتعليم وبين مؤسسات التوقيف والتأهيل والتمكين. لذا نحن من الفطرة نولد لا نستطيع أن نعتمد على غيرنا، ثم بعد ذلك نصل إلى مرحلة أن نكون أنفسنا دون الاعتماد على غيرنا. فلذا دائما نحن نقول أن دورنا زي دور مصنع السيارات مع احترامي للموهوبين، هذا فرق، لكن علشان الفرق احنا ننتج نكتشف ونرعى ونضعهم في المعرض للمستخدم للمستفيد منه. اذا هذا سؤالك يا عزيزي هو للمجتمع، للقطاع الخاص، للقطاع الحكومي، للمجتمع كله بالضبط. تبني هذا الموهوب ورعايته ودعمه لتمكينه، لانه دائما الموهوب يا عزيزي لا يخرج من الجامعة يبحث عن عمل، وقد يمكن حتى ما يكتمل دراسة الجامعية، هو يخلق فرص العمل، هو مبتكر، هو رائد أعمال، فهو يولد فرص العمل له ولغيره، يعني لا يبحث عن فرصة عمل، وليس عبئاً على المجتمع، هو منتج للمجتمع، هو ليس يستهلك التنمية، هو دائماً أقولها هو منتج لهذه التنمية، فإحنا لا نغلق عليه بعد ما يتلقى الاكتشاف. والرعايه سوف ينطلق ولا نخاف على هذا الجانب، ولكن نعم المجتمع في حاجه الى توعيه مجتمعيه فيما يتعلق من ناحيه نتكلم بالمجتمع بمفهومه الشامل، يعني من ناحيه التمويل، من ناحيه التمكين، من ناحيه التنظيم، من ناحيه التشريعات اللي تمكن هذا الموهوب انه ينطلق بافكاره الى افاق الحق، لان هذا هو الذي يقودك الى المستقبل. السلام عليكم، أنا محمد من قنوات عين. أولاً شكرا لكم عليكم على هذه المبادرة الجميلة، أنتم والزملاء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. سؤالي معاليكم، منذ عصور مضت كان العالم العربي والإسلامي يعيش الثري بالعلم والمعرفة والاكتشاف، أمثال العالم عباس بن فرناس والرازي وإلى آخره من العلماء العرب. هل هذا المشروع العربي الاستراتيجي لاستعادة هذا المجد والحضور مستقبلا مع النائب القدام، هل سيعود المجد أم لا؟ ما عليك.
على ما نتمناه. على ما تمناه في أن يعود هذا المجد. وهذا المجد حقق بتفوق علمي بامتياز. وحققنا هذا المجد بتفوقنا العلمي. وتراجعنا عندما تراجعنا في مجدية العلم. إلينا عائلات الدول العربية أن نعمل على تشجيع المنظومات التربوية لتنتج المبدع وتنتج المفكرين في المستوى العربي. حقيقة هذه الفترة الزمنية هي فترة أنتجتها منظومات تربوية متميزة، وهذا ما نسعى إليه الآن، أن تكون المنظومات التربوية في الدول العربية منظومات قادرة على أن تبدع كل متميز في الدول العربية. بإذن الله سنعود. وهذا ما نتمناه هو بالجميع هو بالتوفيق من الله أولا، وبالإرادة ثانيا، وباستشراف المستقبل ثالثا، وبانطلاق من الواقع والإمكانات المتاحة رابعا. السلام عليكم. محمد عامر، صحيفة المرأة. السؤال الأول لكم عن الدكتور سرور. لن يكون أكثر تحديدا، ما هو نصيب اليمن من هذه المبادرة، خصوصا أن إعمار اليمن يبدأ من النساء، فما هو نصيبها من ذلك؟ أيضا هل سأرى نسخة ثانية من هذه المبادرة بعد الانتهاء منها وتقويمها ودراسة تطبيقها في مرات أخرى؟ شكرا. السؤال الأول، ما هي حصة اليمن من هذه المبادرة؟ اليمن خاصة أن إعمار اليمن يبدأ من الإنسان، إعمار اليمن يبدأ من الإنسان، وكيف سيتم يعني تطبيق ذلك من خلال هذه المبادرة؟ الشق الثاني، ماذا عن النسخ القادمة من هذه المبادرة الموجودة الآن؟ فيما يتعلق بالجمهورية اليمنية الشقيقة شاركوا، وهي من ضمن الدول 15 التي تجاوبت معنا، وأعداد مرة ممتازة لا تقرب إلى أعداد، لكن شاركوا معنا في هذه المبادرة، وإن شاء الله يكون لهم نصيب لاصق في هذا الموضوع. فيما يتعلق باليمن، نعم، ماذا عن النسخ القادمة في الأعوام القادمة من المبادرة؟ الأعوام القادمة كيف ستطبق هذه المبادرة؟ وهل ستستمر؟ هذه المبادرة ستستمر بإذن الله. وهذه المبادرة الآن هذه النسخة الأولى والانطلاقة الأولى للجنة العلمية المختصة المشتركة ما بين مؤسسة موهبة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ستعمل على في كل نهاية دورة على تقييم الدورة، وهذا التقييم يترتب عليه تصحيح وتعويض النواقص في الدورة القادمة. إذن ستكون كل دورة بعد دورة هي دورة تحسينية وانطلاق أقوى، حتى ممكن نضيف لها علوم أخرى بالإضافة إلى الرياضيات والعلوم التقنية، إلى أن نضيف لها علوم أخرى بإذن الله. طيب، نعطي أحد الأخوات، تفضلي. نورا المالكي لاعتبرام. عندي سؤالين عليكم. السؤال الأول، ما هي الخطوة التالية التي يعني أنتم تحتملونها بعد اكتشاف الجمهورية وقياس قدراتها؟ السؤال الثاني، ما هي أهم الشروط أو المعايير التي يعني ممكن يعني تكون متوفرة في الموضوع حتى يطلق عليه الموضوع وأنتم ترشحون لي كل موضوع؟ شكرا لكم. الأستاذ نور المالكي تسأل السؤال الأول للمعالي الدكتور سعود، ما هي الخطوة التالية بعد الاكتشاف؟ والسؤال الثاني للمعالي الدكتور محمد عمر، ما هي الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الطالب الذي يكتشف ضمن المبادرة الموهوم هنا العرب؟ أظن أن كمنظمة وكمؤسسة عندنا رسالتين، رسالة اكتشاف ورسالة للمجتمع. رسالة الاكتشاف هي الاختيار والانتقاء، وآليات الانتقاء ترجع لدولنا العربية بتأهيل من يستحق أن يؤخذ في دور ليشارك في هذه المسابقة. إذن في كل دول عربية آليات انتقاء داخلية، وكل دول عربية عندها آليات اختيار متميزة. الرسالة الأخرى هي رسالة لمجتمعاتنا الدول العربية، هي أن باختيار أي متميز نرسل رسالة لكل شخص في دولنا العربية أنت تستحق أن تكون متميزاً.
متميزة، عليك أن تكون متميزة. إذا نخلق المنافسة الداخلية في مجتمعاتنا بين المؤسسات بين الأفراد، وبالتالي هذا هدف أيضا. الاكتشاف ليس في حد ذاته هدفا في حد ذاته، وإنما اكتشافه هدف أولي، لكن يدفع المنافسة لخلق أكثر من مكتشف، وبالتالي نصل إلى أهدافنا ليس فقط في اكتشافه وإنما في تعلم المكتشف في الدول العربية بالمجمل. الآن دراسات التربوية في هذا المجال تختلف، في عند كثير من الآراء النظرية في هذا المجال، هل البوبوب يستحق أن يكون معنا أو أن يكون وحده؟ أن يكون وحده يتنافس مع البوبوب فقط، بالتالي فصول البوبوبين في الدول العربية لها مآخذ ولا أيضا عليها سلبيات ولا إيجابيات، لكن في نظريات التربية تقول أن البوبوب يجب أن يكون معنا ليكون رأس القاطرة حتى نتنافس معه. لهذه الدراسات التربوية المنظمة والموهبة، مهمتنا الآن أن نكتشف الموهوب، أن نخلق نظام منافسة الدول العربية بين مؤسسات التربوية الدول العربية بين الدول العربية، لنوجد نواة، وهذه النواة تكون في كل دول العربية لنخلق بها تميزا وإبداعا في الدول العربية. فيما يتعلق بالأول في عملية الاكتشاف وماذا بعد الاكتشاف؟ يعني فيما يتعلق بعمليات الاكتشاف، كنا في المؤسسة نرى أن الرعاية فيما بعد الاكتشاف هي العقبة الكؤود، هي المشكلة الحقيقية بسبب الرعاية المكثفة والإنفاق فيها وتعدد المصادر فيها، سواء تعدد الإنفاق والاستثمار. إنما اتضح أنها ليست هي العقبة الرئيسية، العقبة الرئيسية هي عملية الاكتشاف، عملية التعرف. لماذا؟ لأنه دائما أقول هذا الكلام، إنه بمجرد أن يكتشف أو يصنف أن هذا الطالب أو هذه الطالبة بأنه طالب أو طالبة موهوب، يتحول أول شيء نلاحظه فيه يتغير هو في شخصيته وفي نظرته إلى نفسه، يعتز بنفسه، تزداد ثقته فيه، ترتقي همته، فيصبح طريقة التفكير تتغير. لماذا؟ لأنه يرى نفسه أنه موهوب ومصنف أنه موهوب وفي مجال معين. هذا فبالتالي هذا يعطينا يسهل لنا المهمة أنه أرتقى بذاته. أيضا مجتمعه الذي يعيش فيه وأسرته في المنزل، لما يعرف والده والدته أقرانه أخوانه بأنه موهوب تتغير علاقته، يتحولون إلى داعمين له. فلست أنا لوحدي كمؤسسة أرعاه، بل أيضا أسرته تتحول إلى عنصر إيجابي في رعايته. أيضا المدرسة التي ينتمي إليها، عندما يكون لدينا طالب موهوب في مدارس تفتخر وتضع علامات على لدينا طالب موهوب، لدينا فصل للموهوبين، فترتقي حتى معايير المدارس ومعايير المعلمين أنفسهم. أنا معلم لدي طلاب موهوبين، فيتغير. نحن نثق على هذه المؤسسات من خلال برامج الموهوب. فعملية الاكتشاف لما لا نتخوف كثيرا انه بعد عملية الاكتشاف بانه يهمل، لا يهمل، وان لم ترعاه المؤسسات فلديه العزيمة ولديه الإصرار، سوف تتغير شخصيته الى الابد، يتحول الى طالب موهوب وسوف ينقل نفسه الى مستقبل. أعتقد إن شاء الله إني جاوبت على هذا السؤال. في سلمي العام فقط في الدول العربية أقول في الملاحظة، في الدول العربية الآن في مرحلة البكالوريا الثانوية العامة تقوم باختيار بعض الطلبة أو قطاع خاص، تقوم باختيار طالب المتميز في الجمهورية، هذا الطالب تضيف تسجل مجانا وهي مدرسة خاصة من أجل تأهيله لأنه عنده قدرات ممكن يكون الأول في الثانوية العامة على الوطن. عندما يحصل هذا الطالب على رقم الأول أو الثاني أو الثالث، هذه المدرسة السنة القادمة تكون من كبريات المدارس اللي عليها طلب كبير من أجل التسجيل. إذا هذا فقط لأنه ساهم في أن هذه المدرسة تكون متميزة. إلى الآن في بعض الدول العربية اللي فيها قطاع خاص دائما تسجل على بواباتها للدخول 50 الأوائل أو الأول من في هذه المدرسة في هذا العام على المستوى الثانوية كان من هذه المدرسة منهم 5 أو 2 أو 3، لأن هذا الشيء ساهم في تحسين أداء المدرسة وإعطائها حتى ماركة تجارية من بين المدارس الأخرى. صحيح.
محمد العليط، مجموعة قنوات 24 الإعلامية. نعلم بأن المملكة العربية السعودية لديها في كل مدرسة إدارة خاصة للموهوبين. هل ستنقل هذه التجربة للدول العربية للاستفادة منها؟ السؤال الثاني، مبادرة موهوبون العرب كم مدتها في دورتها الأولى؟ الأسئلة الصعبة اتركها لمعالي كرم الضيافة. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لكم. بالنسبه لنحن التزييف هذا هو الهدف حقيقه، هذا هو الهدف. صحيح امكانات اكتشاف تتطلع في المرحله الاولى وسائل ماديه كبيره قد لا تكون متوفره عند كل الدول العربيه، لكن بمجرد نحن التزييف كل دوله ستاخذها من انطلاقه من الوسائل المتاحه عندها. وفي بعض الدول العربيه عندها امثله كبيره لاليات الاختيار، وهذه اليات الاختيار وان كان فيها بعض منها للاسف ما اعطى نتائج وكانت ايجابيه، كانت العكس، كانت عندها اثار اكبر من التجربه. واحده من الدول العربيه عندها مدارس تسمى مدارس الامتياز، هذه مدارس الامتياز تنتقي الطلبه المتميزين في دولنا العرب في الدوله الواحده، ويشاركوا في مسابقه دوليه للمتميزين في مجال الهندسه والعلوم التقنيه في كندا وفي تونس وفي فرنسا. عندما ينشا هذا المتميز من هذه الدوله لما يروح لكندا او فرنسا تعطيه الجنسيه وتخطفه من دولته المقر الاصل. اذا اكتشفنا الموهوب ليكون حقيقه مشغل في دوله اخرى، لكن احنا نسعى لتوطين الموهوب دول العربيه، نقل التجربه هو الهدف، لان هذه حقيقه هو دور المنظمه ان تكون وسيله جسر لتوصيل هذه التجربه لكل دولنا العربيه بغض النظر عن مستويات دولنا العربيه الماليه. هل ستكون إلزامية نقل التجربة؟ الإلزامية لا، الإلزامية هذه أمور سيادية، لكن بما أننا نعرف حضورنا في المؤتمرات الإدارية للدول العربية وشرف دولنا العربية ووزراء التعليم بالتميز، أظن نقل التميز يعتبر نوع من التميز. طيب ناخذ آخر سؤال. مدة الدورة؟ نعم مدة الدورة معالي الدكتور محمد عمر، مدة هذه الدورة؟ كم مدة هذه الدورة؟ لا هذه الدورة الآن إعلان النتائج سيكون في الأشهر الأولى من الشهر الأول أو الثاني من السنة القادمة، وأظن أن تستمر الدورة وهذه الدورة الأولى وبعد الدورات الثانية والثالثة إلى آخره. طيب شكرا. نأخذ السؤالين الأخيرة، أستاذ تفضل. السلام عليكم. نزار الشهراني، خريج كلية الإعلام جامعة الإمام وموهوب سابقا. ما مدى تعاون الدول العربية؟ الموهوب يبقى موهوب ان شاء الله باذن الله. ما مدى تعاون الدول في الاثرون في هذه المبادره؟ وهل هناك في دول لم تتجاوب مع هذه المبادره؟ لا اقول لم تتجاوب، كل دول العربيه متجاوبه مبدئيا، حتى ما نحكم على الدول العربيه بعدم التجاوب. نقول فقط ان الدول العربيه ان الوقت اللي اعطيناه احنا في المرحله الاولى لم يكن كافيا لاتخاذ القرارات في الدول العربية، بعض الدول العربية تختلف اتخاذ قرارات، في بعضها قرارات تكون سريعة جدا، بعض منها يتطلب إخطار من الجهات إلى غدا، لكن كل الدول العربية مستجيبة للمبادرة ومستعدة أن تكون في المبادرة، لكن احنا كجهات منظمة المبادرة ما أعطينا الوقت الكافي حتى نشرك كل الدول العربية بشكل كافي، لأن نود أيضا أن تنطلق في أقرب وقت ممكن وبالمتاح وبالمشارك من الدول العربية. وسيكون حفل اللي سينظم في السنة في إن شاء الله في الأشهر القادمة سيكون واحد من وسائل الإعلام للدول العربية، وبالتالي ستكون المشاركة القادمة أحسن وأفضل وأكثر أفضل. طيب ناخذ آخر سؤال كنتم. السلام عليكم، أحمد الليث من صحيفة مكة. السؤال معالي الدكتور محمد، نتكلم بخصوص هل حيكون في تعاون مع المنظمات والجمعيات الخيرية والدول العربية خاصة دول شمال المغرب؟ حالة التعاون هل حيكتفى أبناء المدن الرئيسية ولا حيتم التوجه للمناطق النامية والفقيرة؟ خصوصا إذا قلنا في موهوب أنه يولد من الحلم، يولد من منطقة جافة، يولد من منطقة ويكون محفز لأبناء منطقة والنجاحات والنجاحات اللي موجودة في العالم العربي حتى في العالم الغربي لعالم كانت موجودة في مناطق بعيد فيها أي تميز. فإذا طلعت موهوب وتميز من مدرسة وبيئة جاذبة وبيئة دائمة هذا
لكن احنا نقصد هنا بالدعم الموجودين للموجودين في المناطق النائيه والفقيره، خاصه انها بتعود بالنفع عليه وعلى منطقته المستقبل. شكرا لكم. الاعداد الان المحدده في المبادره هو ما بين 50 الى 100. آلية اختيار متروكه للدوله. لا احنا نتدخل فيها، لان آلية اختيار متروكه للدوله هي التي توشح. لكن اظن ان لما تكون هذه التجربه الاولى تستمر، المرحله القادمه سنطالب بان نوسع الاعداد الانتقائيه عدد، والدوله بتوسيع الاعداد اكيد ستصل لولاياتها الداخليه ومناطقها الداخليه واختيارات مناطقها. ودائما اقول المبدع تميز لا مكان له جغرافيا ولا مكان وايضا لا مستوى له اقتصادي. يعني المتميز وجد من مناطق فقيره، وجد في اسر فقيره، وجد ان هي فيها عوامل فطريه صحيح، المكتسبات لها دور، لكن عوامل فطريه لها دور كبير جدا. اذا التميز هو وليد متميز في تميزه. اذا نتمنى ان يتم اشراع كل المناطق، لان وهذه مضمونه طبيعه الدوله وسياستها في اشراع. لكن اللي يعرفون كثير من الدول العربيه، عندها تسميات مختلفه، سواء اطلقت عليها ادارات كما هو مشاريع في المملكه العربيه السعوديه، ادارات في المدرسه او مدارس متميزه في الدول العربيه، كل الدول العربيه لها آلية، حتى في تونس، حتى في المغرب، حتى في الجزائر، حتى في موريتانيا، فيها مدارس المتميزين وصلت لمستوى المقاطعات. وهذه المدارس هو عباره عن مسابقات على مستوى الجمهوريه، يؤخذ منها الطلبه اللي في هذه المستويات في المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه، وبعد المرحله الثانويه يتم ترشيحهم للثانويه العامه، وفي نسبه النجاح في هذه المدارس تصل الى 100% في الثانويه العامه، ودائما في الخمسين الاوائل. وفي البوليتكنيك بالذات والمدارس المتعدده التخريجيات الان اللي موجوده في موريتانيا، المسابقات الدوليه هذه الفئه المتميزه دائما تكون في حدود 11 او حدود 12 او 15 في العدد. السنه الماضيه كانت نسبه نجاحهم في المدارس المتميزين على المستوى العالمي 100%. من مناطق فقيره جدا ومن مناطق عاديه جدا ودعمهم، لكن فقط الدوله تقوم برعايتهم ومرافقتهم بحضانات مدرسيه وكفالات ومنح دراسيه حتى يواصلوا معهم حتى مختلف المراحل. اتمنى فقط بعد ما راحوا خارج موريتانيا يرجعوا لموريتانيا كموهوب مثل الموهوب السعودي اللي ما زال معانا، كنت فاكر حيكون الان في دوله اخرى لكن ما دام موجود معانا. اذا هذه فرصه احنا ما نسعى عليه، توطين الموهوب في الدول العربيه. صحيح اكتشاف مكسب، مرافقة مكسب، التميز مكسب، لكن أيضا توطين الموهوب في دول العرب يجب أن يكون أيضا من اهتماماتنا جميعا كمجتمع، كمؤسستين قائمتين لرعاية الموهوب في دول العرب. سأضيف سؤال للأستاذ هاني الذي حضر من مكة لهذا المؤتمر. تفضل أستاذ هاني، وهو السؤال الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاني دفاص، إذاعة ألف ألف فيلم وصحيفة مكة الإسلامية. سررت بحضور من مكة المكرمة لهذا الملتقى وهذه التدشين لمبادرة موهوبون العرب. سؤالي لمعالي الأمير الدكتور سعود المدحني، هل وضعتم سقف معين للعدد المستقطب بهذه المبادرة؟ وهل تتقاطع هذه المبادرة مع المسابقة المحلية التي يتم تسجيلها الآن اللي هي الموهوب؟ وسؤالي لمعالي الأمير الدكتور محمد، ما هي النقطة المفصلية التي ميزت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لتتبنى هذه المبادرة على مستوى العالم العربي؟ شكرا لك. شكرا لك عزيزي هاني. أنا أضبطك بتقاريرك الإعلامية رائعة، دائما أسمع لك تقارير. فيما يتعلق ب الأعداد، نحن ننقل التجربة الناجحة في المملكة بحذافيرها على مستوى العالم العربي. لماذا؟ لأن قصة نجاح يجب أن تطبق. المملكة العربية السعودية في الابتداء كانت بدايات مغرية وفيها تحديات كبيرة فيما يتعلق بعمليات إقناع المجتمع بأهمية الاكتشاف. الآن المملكة العربية السعودية أصبح الآن يتزاحمون الطلاب من أجل الدخول في عمليات الاكتشاف. المملكة الآن
تجاوزت عمليات الإبناء والوعي المجتمعي بأهمية عمليات الاكتشاف. أصبح الترشيح في المملكة لمقاييس واكتشاف الموهوبين أصبحت الآن نسميه التسجيل، التسجيل في المقياس ذاتي، نسميه تسجيل ذاتي. كان قبل ما في تسجيل ذاتي أصلاً، لأن ما في الوعي المجتمعي، لكن الآن أصبح موجود. وهذا يتيح لي الفرصة أني أجاوب على السؤال الزملاء، إنه ما كان في إدارات موهوبين في المملكة أصلاً في المدارس. كان يذهب لما كان في بدايات التأسيس عندما في التعليم كان ينظر إلى المواهب، المواهب الرياضية فقط، لا يذهب إلى أن في مواهب علمية. الآن لا، المملكة العربية السعودية وصلت إلى مستوى متقدم حتى في البناء المؤسسي للمملكة. أصبح الآن حتى وكالات على مستوى وزارة التعليم أصبحت الابتكارات، هيئة الابتكارات قريباً منشئة وغيرها. فالحراك الذي حدث من هذه المؤسسة في المملكة العربية السعودية يا أخوان ترى كبير جداً، لم يغطى إعلامياً وحتى علمياً، لم يغطى بالشكل لنقل هذه التجربة. نحن الآن من خلال المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ننقل هذه التجربة السعودية التي نقول ونزعم ونفتخر بأنها ناجحة للعالم العربي. كيف ننتقل إلى العالم العربي زي مثل المملكة؟ نبدأ بدايات عن طريق الإقناع وعن طريق الدعوة وعن طريق المتابعة، نثبت قصة نجاح. بهذه القصة لما تعلن في يناير كما هو في الجدول سوف تتساءل كثير من الدول أثناء الحفل الختامي، وكل اللي يتطلع من هو الموهوب العربي رقم واحد، من الموهوب وين أنا من قائمة هذه الدول. فإذا طلعت هذه النتائج بلا شك هو ليس الهدف منها أن ننتقص من الدول أو بل الهدف توعية مجتمعية بأهمية هذه الرعاية. إذن ومن هذا المنطلق لم نحدد سقفا لهذا إلا في البدايات من أجل إثبات قصة النجاح، ثم بعد ذلك نترك إن شاء الله كما نجحنا في المملكة في التوعية المجتمعية من خلال الأدوات اللي عرضناها الآن ومن خلال الدورات. لو تلاحظون سوينا ثلاث دورات لضمان الاستمرار أو قصة النجاح أو العملية يعني تأخذ مداها، حددناها بثلاث سنوات. بعد هذه الثلاث سنوات إحنا وأخوان في المنظمة سوف ننطلق في العالم العربي لكافة بس المدن الرئيسية أو العالم، كافة المنطقة في العالم العربي، لأنه الآن يا أخوان نحن أصبحنا في عالم مع الجغرافيا هذه بدأت تتلاشى في التواصل الإنساني. وبالتالي كان عندي رئيس اليونيسف وكان يتحدث عن مشكلة فيما يتعلق بالدول النامية، ما في تواصل مع العالم الأول فيما يتعلق تراجع في الإنترنت وهذا. وكان عندنا مشروع جميل يقول إنه لماذا لا نضع على الإنترنت مكان الطلاب في منازلهم بالإنترنت. قلت له لا يا أخي يدب، لا تحتاج هذا، حط الانترنت في الشارع وخلينا نسمع في الشارع لانها اهم من جلوسها في البيت، اصبحت هي الغذاء. فهذا هو المستقبل للعالم العربي اذا اراد ان يترك، وهو قادر الى ذلك ان شاء الله من خلال هذه المنظمات ومن هذه العربيه ومن خلال مشاركات الدوليه في مثل هذه المبادره. اسف على المقاطعه، هذا تقريبا ادوار السؤال. يا سيدي الامين العام اجاب على السؤال بشقين. فقط احنا كمنظمه مهمتنا من خلال هذه الانشطه اللي نقوم بها هو اطلاع الدول العربيه على التجارب المتميزه، وهذا قلت في اول كلمه وقت ما كنت موجود. ونقوم بالاولمبيادات الرياضيات، عندنا الاسبوع العربي للبرمجه، عندنا اولمبيادات في مجال الرياضيات في المنطق، عندنا الاسبوع العربي غير، عندنا اولمبيادات البحث العلمي للطلبه في اعمار معينه، عندنا اذا نسعى في البحث عن التميز في كل دول العربية، وكل ما هو متميز في اي دوله من الدول العربيه نسعى الى تعميمه. اليوم في هذه الايام في ازور في المملكه العربيه السعوديه بعد اطلاع على التجارب، موهبه واحده من هذه التجارب المتميزه لتعميمها على الدول العربيه. اليوم في مقابلتي مع معالي وزير التعليم التربيه والتعليم في المملكه العربيه السعوديه طلبت ايضا من منصه مدرستي وروضتي كبرنامجين متميزين للمملكه العربيه السعوديه واجهت بها المملكه العربيه السعوديه كورونا، اظن
تجربه ايضا احتاج للتدريس. الاسبوع الماضي كان عندنا برنامج نشتغل مع المان في مكافحه الاميه في الدول المغاربيه، وجدنا مشاريع متميزه جدا في تونس في المغرب في بعض الدول العربيه تم تعميم في الدول المغاربيه. اذا وهكذا المنظمه العربيه للتربيه الثقافيه تسعى تبتش عن موضوع متميز عن كل موهبه عربيه سواء بشكل مؤسسة او بشكل فرد لتعميمها عن الدول العربيه. هذا دورنا لنكون جزء التواصل وتسهيل تمرير التجارب المتميزه في الدول العربيه. الزملاء الاعلاميين والاعلاميات، سيكون هناك بيان صحفي يحمل تفاصيل المبادره وايضا وقائع هذا المؤتمر وتفاصيل الاجابات. اخيرا من اصحاب المعالي، معالي الدكتور محمد اعمر المدير العام للمنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم الاكسو، معالي الدكتور سعود المكحلي الامين العام لمؤسسه الملك عبد العزيز ورجال للموهبه والابداع موهبه، شكرا لكم. وفي ختام هذا المؤتمر نشكركم جميعا على حضوركم ونلتقيكم على خير. أنا عندي رجاء من هذا اليوم المتميز بهذا الحضور المتميز وبهذه المبادرة المتميزة، أني أطلب من الإعلاميين والإعلاميات في الدول العربية وبالذات المملكة العربية السعودية أن يرافقونا في هذا الحدث المتميز بتخصيص على الأقل هذا الأسبوع أو هذا الشهر شهر لبحث تشجيع المتميز والمبدع في الدول العربية، يكون مشاركتهم هي هو تسليط الضوء على علينا كأسر كمؤسسة كمجتمع أن نهتم